مساء الخير على جمهور نادينا الملكي، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا ملوك الصالات. البرنامج اللي كالعاده بنتابع فيه اخبار العاب البطولات والانجازات، الالعاب اللي ليها رصيد كبير من البطولات والالقاب، مش بس على المستوى المحلي لا كمان على المستوى الافريقي والدولي. ولكن كالعاده خلينا في بدايه حلقتنا نشوف هيكون معنا ايه النهارده. طائره الزمالك راحه من التدريبات بعد الفوز على الطلائع. قيادة الزمالك تواجه المعادي وديا استعدادا لعودة الدوري. فريق سلة الزمالك جاهز لانطلاق دوري السوبر. منتخب اليد يخسر من الدنمارك في الدوري الذهبي. بسبب المنتخب اتحاد الطائرة يدرس تعديل نظام كأس السوبر. إيجا سواتك وهوركش يقودان بولندا لنهائي كأس الاتحاد للتنس. ومن التقارير يد سيدات الزمالك طموحات كبيرة في نهائيات الدوري. أما عن بطل قصتنا النهاردة فهو كابتن خالد فتحي، أسطورة زملكاوية في كرة اليد. وضيفي اللي شرفني وينورني النهاردة خالد عبد الناصر، لاعب سلة الزمالك، وطبعا أحمد ياسر عبد الوهاب مودي، نجم سلة الزمالك. كل سنة وحضراتكم بألف خير، كل سنة والزملكاوية يعني دايما بنحتفل مع بعض بذكرى ميلاد نادي الزمالك العظيم واللي مر على تأسيسه 113 سنة. ال 113 سنة كانوا مليئين بالإنجازات والبطولات على جميع الألعاب، سواء قدم أو ألعاب صالات أو حتى ألعاب فردية. يعني حقيقة انهم 113 سنه كان فيهم اجيال كتيره جدا عاشت على حب الزمالك، عاشت على يعني انهم بجد يبذلوا اقصى مجهود عندهم علشان يبقوا دايما بيساعدوا على رفعه نادي الزمالك. بالتاكيد نادي الزمالك اللي هو حياتنا كلنا، حياه كل الزملكاويه. لو سالت كل زملكاوي ايه اللي ممكن يغير مودك، ايه اللي ممكن يعني يخليك يعني مودك في حته تانية خالص، يقول لك والله اني اتفرج على ماتش للزمالك، ويا سلام بقى لو كسبنا. يعني اتفرج على ماتش للزمالك ده مبدئيا قدير انه يغير مودي بشكل كبير جدا، وكمان بقى لو كسبنا وما اكتر الانتصارات فده بالنسبه لنا بيغير مودنا بشكل كبير جدا. اتربينا على حب الزمالك، اتربينا على بطولات الزمالك، اتربينا على ان احلى خروجه ممكن نخرجها هي مباراه في الاستاد، او واحده زي مثلا مباراه للصالات دي احلى خروجه. يعني مثلا لو قالوا لي هروح فين ولا تروحي ماتش للصالات، اقول لهم لا اروح ماتش للصالات، ودي بالنسبه لي خروجه عظيمه جدا جدا، لانه بجد نادي الزمالك بالنسبه لنا هو محور حياتنا، محور حياتنا بجد. يعني هتلاقي انه يومنا اليوم بتاعنا بيبقى عباره عن انه احنا هنروح نعمل كده جوه النادي، يعني هنتواجد في النادي، وبعدين مش عارفة هنحضر ماتش ايه، يا اما هنطلع نحضر ماتش للزمالك بره، يا اما هاجي قناة الزمالك. يعني انا غالبا يومي بيكون عبارة عن نادي الزمالك، نادي الزمالك هو محور حياتي ومحور يومي بالتأكيد. وتربينا على كده، تربينا على كده من واحنا لسه يعني عمرنا ايام، واحنا كان كل حاجه بالنسبه لنا نادي الزمالك، شغلنا والكيان اللي بننتمي له وخروجاتنا وحياتنا. فبجد كلنا بقى يعني بطرق مختلفه، كل الزملكاويه هتلاقيهم كده بطرق مختلفه. زي ما بقول لك يعني مثلا انا كان ليا الحظ ان انا بلعب في النادي، وان انا اشتغلت في قناه النادي، وان انا دلوقتي في مجلس إدارة النادي، وإن أنا بحضر ماتشات، كان ده من حسن حظي الحمد لله. يعني هتلاقي بقى كل زملكاوي
محور يومه، يا اما هو او اهم حاجه عنده انه يروح يحضر ماتش للزمالك في الاستاد، ان هو يبقى قاعد كده فاتح التلفزيون، يعني بالنسبه له متعته مهما كانت متاعب الحياه. على فكره اكتر حاجه ممكن ترفع عنه او تخرجه من موده هو الفرجه على ماتشات الزمالك، هو انه الزمالك كسب النهارده، يا سلام عيد بقى لو الزمالك كسب بطوله يعني. فبجد الزمالك بالنسبة لكل الزملكاوية مش مجرد نادي بيشجعوه، هو حياة، هو حياة كاملة متكاملة، محور حياتهم بيكون من خلال الزمالك. ويا رب دايما يديم علينا نعمة انتمائنا لنادي الزمالك وحبنا لنادي الزمالك، وان احنا يبقى محور حياتنا هو نادي الزمالك. بالتأكيد انا عن نفسي معرفش اعمل حاجة تانية ما تكونش من في خلالها او المحور بتاعها نادي الزمالك. بالتاكيد يعني يمكن كلامي مش مترتب، لكن هو الكلام دايما اللي طالع من القلب بتحس ان هو مش لازم يبقى مترتب، هو المهم يوصل للقلب. انا كلامي النهارده مش مترتب، كلامي النهارده عباره عن انا بحكي عن احاسيسي، وبحكي عن على قد ما اقدر يعني عن احاسيس كل زملكاوي اللي زي ما بقول بالنسبه له الزمالك هو محور حياته، هو بالنسبه له اللي ممكن يغير موده، هو بالنسبه له اللي يكون بروجرام يومه مترتب عليه حاجات كتيره قوي قوي. لو سالت كل زملكاوي هيقعد يحكي لك انه قد ايه فرح لما الزمالك خد بطوله ايه، وقد ايه زعل لما الزمالك لا قدر الله خسر بطوله، وقد ايه مش عارفه حصل له ايه لما كسبنا بطوله. هتلاقيه دايما بيحكي لك على كل تفصيله في حياته بجد، ده مش تهريج. انا بقعد اسمع الزملكاويه، شوفوا مش انا متربيه في نادي الزمالك، بس والله العظيم انا قعدت مع جماهير زملكاويه انا بحس انهم، شوفوا انا بحب النادي قد ايه، انا بحس انهم بيحبوا النادي اكتر مني مليون مره يعني بكتير بقى. تحس انه انا يمكن عشان اعتدت على وجودي داخل نادي الزمالك، الاعتياد على النعم ده بيبقى شويه يمكن ما مش بتبقى عارف قوي قيمه الحاجه اللي معاك. لما تقعد بقى مع الجماهير يحكي لك ان هو مش عارفه لما جاب مجموع ايه في الثانويه العامه، ده كان قبليها بيوم، انا برغم ان كان في امتحان تاني يوم للثانويه العامه، بس انا كان عندي ماتش زمالك قبليها، سبت المذاكره وقعدت اتفرجت على الماتش، وبعد كده طبقت ساعتين اكتر، عوضت الساعتين بتوع الماتش دول عشان الامتحان الصبح، او ده انا كان عندي مش عارفه عيد ميلاد بنتي ولا عيد ميلاد ابني ولا في خطوبتي، سبت الخطوبه ورحت اتفرجت على ماتش الزمالك. هتلاقي كل واحد من جماهير الزمالك لو قعدت معاه هتلاقي الاحداث المهمه قوي في حياته قوي، خطوبه بقى، جواز، طفل، مولد طفل، عيد ميلاد طفل. يعني انا مره قعدت مع حد بدون ذكر اسماء يعني اكيد معروف طبعا على الساحه الزملكاويه، قال لي انا اجلت ولادة ابني يومين علشان مش عارفة يوافق تاريخ ميلاد مين من نجوم الزمالك، وعلشان كان كمان في اليوم اللي ممكن زوجتي تولد فيه كان هيبقى ماتش للزمالك، فأنا ما كنت هبقى مركز. حاجات غريبة كده بتسمعها، بس هما دول الزملكاوية، هما اللي انتوا شايفينهم دول، هما اللي موجودين وحاضرين ومثقفين وعلى دراية غير طبيعية بنادي الزمالك، هما دول اللي في كل حاجة هتلاقيهم موجودين، اللي رابطين حياتهم وتفاصيل حياتهم بنادي الزمالك. أي حاجة هيحكيها لك عن حياته هيقولك فيها إنه كان يوميها الزمالك عنده ماتش، أو قبلها بيوم أو بعدها بيوم، أو هي أحداث حياتهم كلها مربوطة بماتشات الزمالك وببطولات الزمالك وبكل ما يخص نادي الزمالك. حقيقة إن كيان نادي الزمالك ده عظيم ومحظوظ بجماهيره وولاده وأعضائه، بجد أكيد محظوظ بولاده وأساطيره وجماهيره الداعم الأول والأكبر لنادي الزمالك بالتأكيد. يا رب دايما متجمعين على حب الزمالك، يا رب كل سنة بنحتفل مع بعض وإحنا متمسكين بالكيان ده، والكيان ده هو محور حياتنا. كل سنة وانت طيب يا زمالك.
13 سنه غاليين عدوا على نادينا العظيم نادي الزمالك، تقول ايه؟ بتحب تقول كل سنه وهو طيب. طبعا زمالك نادي عريق جدا، نادي كبير، نادي مش يعني انا اتمنى الفتره اللي احنا فيها دي ان النادي ينافس العالميه. طبعا ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله هيكون احسن نادي في العالم باذن الله، وده تمني ان شاء الله من ربنا بفضل الاداره وبفضل اللعيبه ومجهودات الناس اللي جمهورنا. وطبعا الجمهور ده شيء اساسي، لازم يدعم الفريق ولازم يدعم الاداره، لان من غير جمهور النادي عمره ما هيقف تاني. تتمنى ايه كمان بعد 113 سنه؟ نتمنى ان شاء الله ان نادي الزمالك يتفك عنه القيد واللعيبه كلها تتايد الجديده، ويبقى نادي الزمالك ان شاء الله يحصل على البطولات كالسابق في الالعاب كلها، في الهاندبول وفي الباسكت وفي كره القدم وفي الالعاب الفرديه، ويكون نادي الزمالك رجع لمكانته الطبيعيه. كل سنه وانت طيب. الناس الزمالكاويه الجميله. نادي الزمالك ده اللي ما عاش فيه، يعني اللي ما عاش فيه كده زينا كده بجد، يعني حكايته كتير. طبعا طبعا، لا لا حكاياته كتير. نادي الزمالك ده ايه احلى حاجه في الزمالك؟ الجماهير، ان هو بيروح وعارف ان هو ممكن ما يكسبش، يعني عارف وعارف ان هو ممكن يتظلم، وبرضه بيروح. خدي جمهور الزمالك ده كده لما يكون الزمالك مزنوق في زنقه، اتفرج على الجمهور بيروح يملى الاستاد. احلى 113 سنه للزمالك ان شاء الله، ومن بطولات لبطولات وبال مليون سنه، والزمالك من احسن حال لاحسن حال، وربنا يوفق مجلس ادارته والاستاذ حسين لبيب الراجل المحترم، والف مليون سنه يا رب، ويعيش نادي الزمالك، واحنا فدا نادي الزمالك وتراب نادي الزمالك، وان شاء الله لحد الموت زملكاويه باذن الله. طبعا الزمالك ده في قلبي، وكل الناس هنا زملكاويه وبيشجعوا الزمالك، وهو الزمالك في قلبهم على طول. نكسب نخسر طبعا، واحنا حتى لو ما خدناش بطوله، لو خسرنا في مباراه مفيش مشكله، وبندور على اللي بعدها. لازم اللعيبه تفتكر ان الجمهور بيبقى سند ليهم. تاريخ عريض والزمالك ده بشواتي كله، شغل البشوات الزمالك. تقول ايه للزمالك وتتمنى له ايه؟ لا نتمنى له كل خير، ونتمنى الزمالك يبقى مشهور عالميا. احنا عالميين. ما احنا عالميين، ونبقى احسن واحسن. وانت بالصحة والسلامة. هو ده جمهور الزمالك العظيم اللي بيحب الزمالك من قلبه. طبعا بشكر زميلتي العزيزة علا القائد على التقرير المحترم ده، واللي بجد من القلب، وزي ما بقول انه هي دي جماهير الزمالك اللي بجد طول الوقت هتبقى وانت بتتكلم معاها. الزمالك بالنسبة لها هو الحياة، هو محور حياتهم، اللي بيرتبوا احداث يومهم واحداث حياتهم كلها عليها. بقولك تلاقيه يقولك انا اجلت خطوبتي عشان ماتش الزمالك كان في اليوم ده، فرحي اجلته، لا ده انا سبت الفرح وطلعت اتفرجت على جزء من الشوط الاول. بجد حاجات، اجلت ولادة ابني بنتي، بجد والله انا كل الحكاوي اللي بحكيها لحضراتكم دي انا سمعتها انه بجد اجل ولادة ابنه مثلا يومين عشان تبقى موافقة طبعا بما يتناسب طبيا، يعني انه يبقى مثلا مولد أسطورة معينة في الزمالك، أو أنه عشان في اليوم ده هيبقى في ماتش فنأجل اليوم. أنت متخيل قد إيه هما بيحبوا الزمالك من زمن الزمن؟ بقى من زمن الزمن كانوا ورا الزمالك هما جماهير. كمان أنا اللي بيعجبني في جماهير الزمالك إنها مش بتاعت انتصارات وخلاص، يعني مش وقت الانتصارات هما موجودين في ظهر الكيان، ولكن وقت الإخفاقات بقى أو المشاكل أو الهزائم لا قدر الله بتلاقيهم لا إحنا مش قادرين نستحمل غير المكسب بس. لا الحقيقة إن هم مثقفين جدا وعلى دراية غير طبيعية بتاريخ ناديهم، وموجودين دايما في الإخفاقات لا قدر الله قبل الانتصارات. أنا دايما بقول أصله إن الفرح أصحابه كتير جدا، مليون واحد هتلاقيه موجود وقت الانتصار، لكن المهم وقت الأزمات هم دول بجد جماهير الزمالك اللي بتلاقيهم حاضرين وبقوة بيساندوا فرقهم في كل مكان. عمري ما هنسى الهاندبول السيزون اللي فات لما كان تقريبا خسران كل البطولات، واخيرا بطوله في النادي الاهلي، البطوله الافريقيه لابطال الكؤوس، والجماهير موجوده
وبتساند، برغم ان قبليها على طول خسروا السوبر الافريقي وقبليها دوري وكاس خسروه، كانت كبوه مروا بيها زي اي فريق ممكن يمر بكبوات يعني، ونادرا اما كوماندوز اليد بيمر بكبوه صعبه زي دي. لكن الجماهير كانت موجوده وحاضره بقوه في صاله النادي الاهلي وبيساندوا فرقته وبمنتهى الروح والحماس والحب والتفاني، فانه من اول دقيقه لاخر دقيقه سواء الفريق كسبان، جه وقت في المباراه كنا كسبانين، جه وقت كنا خسرانين، جه وقت ومع ذلك هم لاخر نفس والاخر ثانيه في الموسم بقى، يعني هم فضلوا ورا الفريق طول الموسم برغم انه كان موسم صعب جدا جدا على كوماندوز اليد، ولكن فضلوا معاهم لاخر نفس من جوه النادي الاهلي، وتشجيع تشجيع تشجيع لاخر نفس ما سكتوش ثانيه. انا عمري ما هنسى الماتش ده، وفضلوا ورا فريقهم لحد ما فريقهم كسب. وانا فاكره كويس قوي ان وقتها حتى قائد الكوماندوز احمد الاحمر خد الكاس اداه للجماهير، لانه بجد ده كان اقل حاجه او اقل رد للجميل ممكن تقدمه الجمهور، وقف جنبك بالشكل ده رغم انك بتمر بكبوه، انت ما خسرتش بطوله ولا اتنين، انت خسران ثلاث بطولات ورا بعض، دوري وكاس وسوبر افريقي، ومع ذلك الجمهور ده فضل مكمل وفضل مستحمل وفضل يعافر ويساند فريقه لحد ما فريقه كسب. وده مش مثل واحد، ده مثل يعني من ضمن بقى 20,000 مثل ممكن اقولهم لك قد ايه جماهير الزمالك عظيمه ووفيه ومسانده في الازمات قبل الانتصارات بالتاكيد. ودايما يا رب ورا جمهور الزمالك، وكل سنه وانت كبير وعظيم يا زمالك بجماهيرك ولاعيبتك واجهزتك الفنيه وكل محبينك وكل القائمين على الكيان ده. وفي الاخر على فكره يعني الاشخاص راحلون ويبقى الكيان، كلنا مش هنبقى موجودين دلوقتي، لا نفس المذيعين هيفضلوا نفس المذيعين طول العمر، ولا نفس مجالس الادارات هتفضل هي نفس مجالس الادارات، ولا اللعيبه ولا الاجهزه ولا، وحتى في توارث اجيال، فالجماهير طبعا بالتاكيد، لكن هيبقى الكيان، هيبقى الكيان اللي يعني عشق داخل كل زملكاوي بالتاكيد. يا رب دايما دايما بنحتفل مع بعض، ودايما نادي الزمالك كبير جدا 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 بكل ناسه وببطولاته وانجازاته بالتاكيد. طيب كان عندنا مباراه بقى، ندخل بقى في الرياضه بقى في الاحداث شويه داخل نادي الزمالك، كان عندنا مباراه طبعا لبنات كره اليد من شويه امام النادي الاهلي، وللاسف الفريق خسر فرق 4 بنتيجه 26-22، رغم ان هم كانوا مخلصين الشوط الاول متقدمين فرق هدف او اتنين يعني. الحقيقه البنات عملوا مباراه قويه جدا، والحقيقه ان الماتش هو مباراه خلاص انت ضمنت وصولك لدور الاربعه بالتاكيد، ولكن ضمنت طبعا تاهلك للمرحله النهائيه واللي هتكون بنظام دورتين مجمعتين. انا دايما بقول ان فريق سيدات الزمالك بيقدموا كل حاجه ممكن تتقدم في ظل ان الامكانيات اللي بتتوفر لهم مش اقوى امكانيات على الاطلاق، وده من ساعه ما تم تكوينهم، خلينا نتكلم عن من ساعه ما تم تكوينهم في 2020 شويه، لا يعني الامكانيات اللي بتتوفر لهم يعني مش معاهم محترفه، عقودهم مش اقوى عقود على الاطلاق، خليني اقول اللي ليهم يعني علشان برضو ايه تبقى الناس فاهمه، تقريبا تقريبا يعني معظمهم ولاد النادي، نادرا لما هتلاقي صفقه ولا اتنين بيجوا من بره، مستحملين كل الظروف زي فرق النادي بقى، هنيجي للحته دي هنقول زي فرق النادي كلها مستحملين كل الظروف، زي ما بقول كل الامكانيات على كل المستويات شويه اللي بتتوفر للفرقه دي مش اقوى حاجه على الاطلاق، وده من ساعه ما تم تكوينهم في 2020 يعني. يمكن انا مش بتكلم عن 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 سابق وقادم وحاضر، لا لا انا بتكلم عموما عموما طول عمر فريق الهاندبول بنات مش بيتوفر لهم
يعني اقوى حاجه على الاطلاق في الامكانيات. العكس الناحيه الثانيه بتقابل فرقه عندها عقود قويه، عندها هي جاره العاده على كده، وان شاء الله نقدر نغير العاده والامكانيات دي باذن الله يعني. ولكن انا بكلمك عن الحالي او اللي الاداره جت لقته يعني، ان هم الناحيه الثانيه في محترفه، في عقود مختلفه، في امكانيات مختلفه، في حاجات كثيره جدا مختلفه. الإدارة دلوقتي بتحاول توفر لهم على قد ما تقدر، إنه يعني في منتصف السيزن كده إن هو تبقى الدنيا أحسن لحد ما يتم إن شاء الله، إن شاء الله الدنيا تختلف بما يليق بيهم ويليق بإصرارهم وبقد إيه هم رجالة ومستحملين ظروف النادي. عمرهم ما اشتكوا، عمرهم ما اتكلموا، عمرهم ما اعترضوا، قافلين على نفسهم دايما، بيلعبوا وخلاص، ما بيتكلموش، ما تحسش بيهم، في حالهم جدا، بيعملوا نتائج محترمه من ساعه ما تم تكوينهم. عمرهم ما غابوا عن دور الاربعه لا في الدوري ولا في الكاس. يمكن السنه دي خرجوا من كاس مصر للاسف، ولكن في العادي البنات دي كل سنه موجودين في دور الاربعه في الدوري والكاس. انا يعني ومثلا كان طول الوقت ساعات كانوا بيتعادلوا مع الاهلي، ساعات مثلا مش عارفه ايه، لكن هو برضو كانت العاده يعني. انا الفريق ده بحب اصراره، نتائجهم كويسه يعني، مره ولا اتنين لما خسروا من المنافس بنتيجه كبيره، لكن في العادي نتائجهم كويس في ظل فارق الامكانيات الكبير يعني. ولكن عندهم اصرار، عندهم تحدي. مباراه السيزون اللي فات عشان ابقى بدي كل الناس حقها، اتعادلوا مع الاهلي على فكره السيزن ده، خسروا المباراة اللي كانت على أرضنا فرق 3، وخسروا المباراة دي فرق 4. هو في العادة يعني كان النتائج بتبقى 10-15 حاجات شبه كده، ده في عصور سابقة يعني. لكن هم الحقيقة هم حصل لهم كده يمكن مرة ولا اتنين، لكن في العادي نتائجهم كويسة أمام المنافس اللي قلت فارق الإمكانيات كبير. السيزن ده المباراتين، عشان محدش بس يقولي هو الخسارة يعني بيتقال عليها كويس، ما بيتقالش عليها كويس يا فندم، بس بمنتهى البساطة لما تبقى ماشي على الطريق الصحيح وبتنزل وتلعب. على فكرة احنا بناتنا النهاردة نازلين عندهم إصابات كتير جدا يعني، في ناس كانت غايبة، في فارق خبرات بينك وبين المنافس، في فارق إمكانيات، عندك إصابات كتيرة جدا النهاردة، عندك إصابات كتيرة جدا مش موجودة النهاردة معاك. فكون انك تعمل مباراة كده، مش بقول انه عشان بس الناس ما تقوليش، مش بقول انه المفروض يعني نبقى طايرين من الفرح ولا لا، بس بقول ان البنات دي ماشيين على التراك الصحيح. البنات دي بيحاولوا باقل الامكانيات وفارق الامكانيات الكبير بينهم وبين المنافس ان هم يعملوا حاجه محترمه. فانا يعني بقول لهم ان احنا لسه مستنيين منكم اكتر واكتر باذن الله في المباريات اللي هي في الدورات المجمعه. احنا ناقصنا النهارده سهيله خالد، معلش يا جماعه، سهيله خالد وساره يحيى، يمنى مصطفى، ياسمين صلاح. طبعا انت بتتكلم يعني على ما بين خط خلفي ودايره يعني بتتكلم على تقل. سهيله خالد دي احد نجوم الفرقه، هي ويمنى مصطفى وياسمين صلاح وساره يحيى. انت بتلعب النهارده لعيبه منتخب اصلا، فانت بتلعب النهاردة بدون يعني احد اهم القوة الضربة عندك. فالنهاردة عشان تلعب وتحارب بالشكل ده، والبنات دي تحارب وتقاتل بالشكل ده، انا بشكرهم على الاداء ومستنية منهم اكتر. بس بجد هم طول الوقت البنات دي ما بيوفروش اي جهد بجد، برغم زي ما قلت فارق الامكانيات الكبير بيننا وبين المنافس، خاصة في كرة اليد للسيدات. وهي للأسف ان الموضوع مش وليد السيزن ده او كده، لا هو بقاله فترة يعني. طيب خلينا نشوف التقرير ده ومنه الفاصل ونرجع لتفاصيل حلقتنا، استنونا.
بطموحات كبيرة وعزيمة قوية حسم فريق يد سيدات الزمالك التأهل للمرحلة النهائية للمنافسة على لقب الدوري بعد نهاية مباريات الدور الأول لتضمن فتيات الذهب التواجد بين الأربعة الكبار للموسم الثاني على التوالي رغم حداثة العهد وصغر سن معظم اللاعبات. ظهر الفريق بقيادة المدير الفني المخضرم أمجد عويس بمستوى مميز طوال المرحلة الأولى وكان ندا قويا لجميع المنافسين وحقق نتائج جيدة رغم الظروف التي مر بها طوال الفترة الماضية من غياب عدد كبير من اللاعبات للإصابة، ويسير فريق سيدات يد الزمالك بخطوة ثابتة للمنافسة على اللقب بالتواجد بين الكبار في المرحلة النهائية بعدما كان قريبا من التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي لولا غياب التوفيق في المرحلة الأخيرة، وحقق المركز الثاني على حساب أندية قوية. تقام المرحلة النهائية من دوري عموم السيدات لكرة اليد بنظام دورتين مجمعتين في فبراير ومارس المقبلين بين الأندية الأربعة المتأهلة من المرحلة الأولى للمنافسة على اللقب للموسم الحالي 2023-2024، ومنح الجهاز الفني راحة من التدريبات للاعبات بعد نهاية الدور الأول وحسم التأهل للمرحلة النهائية التي تحتاج إلى عزيمة وتركيز كبير. مواجهة قوية وحاسمة وطموحات وأحلام كبيرة تنتظر فتيات يد الزمالك في المرحلة النهائية من مسابقة الدوري للمنافسة على اللقب والسير على درب كتيبة كوماندوز يد الزمالك ملوك كرة اليد المصرية والإفريقية. بداية أخبارنا مع الفريق الأول للكرة الطايرة بقيادة كابتن أشرف أبو الحسن اللي قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية النهاردة بعد الفوز اللي حققه الفريق امبارح على طلائع الجيش في افتتاح الدور التمهيدي الثاني من مسابقة الدوري. الفريق هيرجع إن شاء الله للتدريبات بكرة علشان يبدأ الاستعداد لمواجهة إسترن كامباني واللي هتتلعب على صالة النادي بالجولة الثانية يوم التلات اللي جاي بإذن الله. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. أما عن الفريق الأول للكرة الطايرة سيدات بنادي الزمالك بقيادة كابتن حسام شكري فرجعوا للتدريبات الجماعية النهاردة بعد الراحة السلبية اللي منحها الجهاز الفني اللاعبات لمدة 4 أيام بعد نهاية الدور التمهيدي من الدوري. الفريق طبعا رجع للتدريبات النهاردة علشان يبدأ الاستعداد للدور الثاني من الدوري واللي هيكون في شهر فبراير اللي جاي وكمان كاس مصر وكاس السوبر. الجهاز الفني قرر مواصله التدريبات بدون اي راحه في الفتره اللي جايه رغم فتره التوقف بسبب طبعا ارتباط المنتخب بتصفيات دوره الالعاب الافريقيه علشان طبعا يحافظ على المستوى الفني والبدني والتركيز الذهني للاعبات، خصوصا وان شهر فبراير هيكون فيه مباريات مهمه جدا وبطوله بيسعى الزمالك لحصدها كاول بطولات الموسم لسيدات الكره الطائره. كل الدعم طبعا والتوفيق ليهم باذن الله. دي يمكن اهم وابرز اخبار الكره الطائره. خلينا نروح لاهم وابرز اخبار كره اليد. الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة كابتن مجدي أبو المجد استقر على خوض أول مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب في بطولة إفريقيا واللي هتنظمها مصر. فريق كوماندوز اليد هيلعب أول مباراة ودية مع المعادي يوم 12 يناير الجاري على صالة نادي في 100 عقبة. الفريق طبعا بيواصل تدريباته في الوقت الحالي على صالة النادي بمشاركة جميع اللاعبين بما فيهم الثنائي الدولي هشام صلاح وأحمد سامح اللي هينتظروا طبعا عودة منتخب اليد من الدنمارك علشان ينضموا للمعسكر الأخير قبل بطولة إفريقيا. كاميرا برنامج ملوك الصلاة حضرت تدريبات فريق اليد وعملت لقاء الحقيقة مع الكرواتي ماريو توملا جوفيك مدرب الأحمال. خلينا نشوف قال إيه ونرجع نكمل أخبار. First of all, السلام عليكم to every أول حاجة سلام عليكم لكل جماهير نادي الزمالك.
أنا كوتش ماريو، أنا أصلاً بروفيسور في الفتنس ومتخصص في ألعاب القوى للفرق المختلفة. Differences between the European or Croatian. فرق ما بين اللعيبة المصريين واللعيبة الأوروبيين والكروات إن اللعيبة المصريين دايماً بيشتغلوا على الجانب العضلي أكتر من الشغل على الجانب الذهني والجانب الذهني دايماً للعب، لكن هم ما بيركزوش على دوت بس، بيبقى عندهم تركيز كامل على الجانب البدني وعلى الجانب الذهني تاني. ده الفرق ما بين الاثنين. انا دربت في جميع في العاب مختلفه كتير جدا، باسكت بول، هاند بول، فولي بول، تنس. في بعض من الانجازات اللي انا عملتها كانت الاولمبياد 2012، واخدنا الميداليه البرونزيه مع اخدت الميداليه البرونزيه مع كرواتيا. I think that the main رؤيتي للتطوير اللي جاي بالنسبه للعيبه نادي الزمالك او لتيم الهاندبول هو تطوير الجري عندهم وتطوير اللياقه البدنيه عندهم اكتر، لان هم لعيبه بيتمتعوا بعقليه كويسه واللياقه البدنيه عاليه، وهي محتاجه شويه تطوير علشان نقدر نطور اكتر في مجهودهم البدني ومجهودهم البدني في 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 الماتشات. My ambitions everywhere is the same. انا رؤيتي طبعا اللي جايه وطموحي مع نادي الزمالك هو الفوز بكل البطولات، الفوز ببطوله افريقيا، وده لهذا السبب دوت انا موجود في مصر. وعندي كمان طموحي الاكبر وهو تطوير الاداء للتطوير البدني لجميع الفرق زي الكوره والهاندبول والطايره، يعني كره القدم وكره اليد والطايره والباسكت بول. انا جيت قبل كده كم تم دعوتي وجيت من المسؤولين عن المنتخب المصري لتطويرهم للعمل في الفريق علشان الأولمبياد في طوكيو. احنا فزنا ساعتها بالمركز الرابع، ما فزناش بالبطولة، بس كان نجاح مبهر وكان نجاح كويس جدا للفريق الأول لمنتخب مصر لكرة اليد. بعد كده بعد ما سبت منتخب مصر كملت مع كوتش أوليفر روي، وكملت معاه لإعداد فريق نادي الزمالك للهاندبول. طبعا انا اللعيبه اللي موجوده دلوقتي انا لعبت اتمرنتهم قبل كده في الفتره اللي كانوا فيها مع المنتخب، وانا على علاقه كويسه جدا بيهم. الاختلاف الوحيد هي اللعيبه الجديده الصغيرين اللي لسه طالعين للفريق الاول، لكن اللعيبه القدام انا على علاقه كويسه جدا بيهم وفي صداقه ما بيننا. I don't know. Dudo, Felfel, Sopki. I cannot promise. أنا ما أقدرش أوعد بحاجة. كل الحاجة اللي أقدر أوعد بيها هو إن أنا إن شاء الله يبقى في تطور بدني عالي جدا للعيبة الزمالك، وإن شاء الله يعني ما أقدرش برضو أقول إن أنا هكسب إيه، بس طبعا إن شاء الله يطلع كل حاجة كويسة من لعيبة الزمالك، وإن شاء الله ناخد كل البطولات اللي جاية بإذن الله، ويعني ربنا يسهل في اللي جاي. It's good to be here and شكرا جدا. أنا مبسوط جدا بتواجدي في مصر، وأنا سعيد جدا 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 بتواجدي داخل نادي الزمالك، وإن شاء الله نفوز بمباريات ونفرح جماهير نادي الزمالك. شادا إن نير في طبعا كلام مهم جدا جدا من مدرب الأحمال مع علا القائد، لأنه ماريو توملاجفيك هو دي مش أول مرة يكون متواجد على فكرة مع فريق اليد، كان متواجد في مع أوليفر روي كمان. ماريو توملاجفيك من مدربين الأحمال المحترمة جدا، هو كان المدرب الشخصي لا طبعا نوفاك جيكوفيتش البطل التنس المعروف بالتأكيد، فحاجة محترمة جدا. بتمنى له كل التوفيق طبعا مع فريق يد الزمالك إن شاء الله. دي يمكن أهم وأبرز أخبار كرة اليد. خلينا نروح لأهم وأبرز أخبار كرة السلة. الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بقيادة كابتن وائل بدر اتدرب النهاردة تمرينتين، الأولى الصبح والتانية كانت الساعة 6، وده استعدادا لبداية دوري سوبر السلة واللي هيبدأ يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله. الفريق بقى جاهز بشكل كبير لبداية الدوري، خصوصا وإن استغل طبعا فترة التوقف في إعداد الفريق بدنيا وفنيا، لعب ماتشين وديين، الأول مع الشرقية للدخان والتاني مع الجزيرة. كل التوفيق لفريق السلة اللي جهازه الفني ولاعبيه طبعا عندهم هدف إنهم إن شاء الله يعودوا مرة أخرى لمنصات التتويج بإذن الله، كل الدعم ليهم إن شاء الله. دي يمكن أهم وأبرز الأخبار داخل نادي الزمالك. خلينا نروح لأهم وأبرز الأخبار خارج نادي الزمالك.
نروح لمنتخب مصر لكرة اليد واللي خسر النهاردة من منتخب الدنمارك بنتيجة 34-31 في المباراة الودية اللي اتلعبت من شوية في الجولة الثانية من الدوري الذهبي ضمن استعدادات منتخبنا الوطني للمشاركة في بطولة افريقيا 2024 واللي هتستضيفها مصر في الفترة من 17 لحد 27 يناير الجاري. منتخب مصر كان فاز يوم الخميس على هولندا في المباراة الأولى بنتيجة 30-28 وإن شاء الله منتخبنا عنده مباراة أخيرة بكرة مع النرويج في ختام بطولة الدوري الذهبي بعدها هيرجع المنتخب للقاهرة لاستكمال استعداداته لبطولة إفريقيا وبعد كده عنده مباراة ودية يوم 12 يناير ضد الكونغو في البروفا الأخيرة. أما عن منتخب تونس فقدر يحقق الفوز على البحرين وديا بنتيجة 32-23 النهاردة في بطولة فرنسا الدولية ضمن استعداد نسور كارتاج لبطولة أفريقيا اللي هتستضيفها مصر في الفترة من 17 لحد 27 يناير الجاري. منتخب تونس كان خسر في المباراة الأولى بدورة فرنسا الدولية من منتخب فرنسا بنتيجة 35-26. المنتخب التونسي هيلعب كمان ماتشين وديين ضد غينيا والجزائر في تونس قبل السفر للقاهرة يوم 15 يناير للمشاركة طبعا في البطولة الإفريقية. تونس بالمناسبة متواجدة في المجموعة الرابعة في بطولة أفريقيا مع منتخبات أنغولا ونيجيريا وكينيا. أما عن الاتحاد المصري للكرة الطائرة فاستقر على تعديل بطولة كأس السوبر المحلي للموسم 2022-2023 واللي هتتلعب نهاية شهر فبراير المقبل. طبعا اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر كان استحدث بطولة كأس السوبر المحلي وأقيمت طبعا النسخة الأولى العام الماضي من دور واحد بين أربع فرق وهي أول وثاني الدوري وكأس مصر وتقابل طبعا الفريق صاحب المركز الأول في الترتيب مع الفريق الرابع في الترتيب والفريق صاحب المركز الثاني في الترتيب مع الفريق صاحب المركز الثالث وتأهل الفائزين من المباراتين للدور النهائي وأقيم من مباراة واحدة لحسم اللقب ولم تكن هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع ولكن المعلومة اللي عندنا ده النظام بتاع النسخة اللي فاتت يعني ولكن المعلومة اللي عندنا إن اتحاد الكرة الطائرة بيدرس إقامة البطولة هذا الموسم من مباراة واحدة سواء في سوبر الرجال أو سوبر السيدات بين الزمالك والأهلي أول وتاني الدوري والكاس وبنسبة كبيرة لحد دلوقتي يعني هتتلعب في السعودية وده نظرا لضيق الوقت بسبب ارتباطات المنتخب الوطني خلال شهر يناير بتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية والمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية غانا 2024 في شهر مارس المقبل. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق بنتمنى إن شاء الله إن سواء على مستوى الرجال أو السيدات نقدر نحسم البطولتين إن شاء الله بطولة السوبر المحلي للرجال وبطولة السوبر المحلي للسيدات وبقى جميل موضوع إنه البطولات دي بتتلعب يعني كان في مفضلة إنها تتلعب في الإمارات ولا السعودية ولكن بنسبة كبيرة لحد دلوقتي هتكون في السعودية كل الدعم والتوفيق لرجال وسيدات الكرة الطائرة إن شاء الله وكل الدعم بقى زي ما قلت وهفضل أقول خلال الشهر ده لكل منتخباتنا الوطنية سواء منتخبات الكرة الطائرة سيدات ورجال في التصفيات اللي هيشاركوا فيها سواء لمنتخب اليد في البطولة الإفريقية سواء لكرة القدم في بطولة الأمم الإفريقية بجد عندنا شهر حافل من البطولات بطولات لمنتخباتنا الوطنية كل الدعم والتوفيق ليهم وما تفتكروش حاجة خالص غير علم مصر زي ما قلنا انسوا أعلام الأندية خلال شهر يناير بإذن الله والمزيد من البطولات إن شاء الله. بعد ما خلصت أخبارنا عايز أقول إنه الكل قصة بطل والكل بطل حكاية وبطل قصتنا النهاردة كابتن خالد فتحي أسطورة زملكاوية في كرة اليد
هنروح للتقرير، وبعد التقرير هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل طبعا ضيوفنا اللي هيشرفونا وينورونا، نجوم كرة السلة ومنتخب مصر اللي حققوا البطولة العربية مع المنتخب، خالد عبد الناصر وأحمد ياسر عبد الوهاب. ولكن بعد التقرير والفاصل استنونا. كرة اليد في نادي الزمالك هي مصدر السعادة وصاحبة أكبر الإنجازات بالأرقام والبطولات، وليها تاريخ كبير وأساطير ساهموا في كتابة تاريخ النادي الملكي بحروف من ذهب، ورفعوا راية الزمالك في كل مكان، وبقوا بجد ملوك الصالات. علشان كده ارتبطت جماهير الزمالك بيهم وهتفت بأساميهم في كل زمان. واحد من النجوم والأساطير دول هو الكابتن خالد فتحي اللي استحق إن يكون بطل قصتنا في ملوك الصالات. خالد محمود فتحي عمر اتولد في شهر أغسطس سنة 1964 وعشق النادي الملكي من الطفولة وحب كرة اليد، وابتدى مشواره في قطاع الناشئين بالزمالك سنة 1976، وتصعد لفريق كوماندوز اليد سنة 1981، وبقى واحد من أساطير الساحرة الصغيرة سواء مع كتيبة كوماندوز الزمالك أو منتخب مصر. بطل قصتنا كان صانع ألعاب خطير وهداف من العيار التقيل، وحقق مع فريق يد الزمالك بطولات كتير، منها الدوري 9 مرات وكأس مصر 8 ألقاب ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات وكأس كؤوس الإفريقية 2 مرات، غير المشاركة في البطولات العربية والدولية مع جيل العظماء تحت قيادة الدكتور كمال درويش، واللي كان بيضم أساطير كرة اليد الزملكاوية زي كابتن حسين لبيب ومصطفى الأحمر وهشام نصر وأيوب دعبس وعبد الرحمن البوهي وغيرهم من رموز كرة اليد الزملكاوية. كابتن خالد فتحي كان ليه مع منتخب مصر حكايات ومغامرات في كل البطولات والمنافسات القارية والعربية، وبعد الاعتزال كمل مشواره مع كرة اليد في العمل الإداري، وتولى أكتر من منصب داخل قلعة البطولات منها رئيس جهاز كرة اليد، وكمان كان نائب مدير بطولة العالم لكرة اليد اللي نظمتها مصر سنة 2021 واللي بتعتبر من أهم بطولات العالم من حيث التنظيم، وحصل كمان على وسام الجمهورية. مشوار ذهبي وتاريخ كبير كتبه الكابتن خالد فتحي مع كرة اليد الزملكاوية والمصرية هيفضل شاهد على إنجازات واحد من عظماء وأساطير ألعاب الصالات في قلعة البطولات. عودة لحضراتكم مرة أخرى، ولسه مكملين حلقتنا من ملوك الصلاة، ومنورني وشرفني النهاردة 2 من نجوم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك. هرحب طبعا بنجمنا الأول خالد عبد الناصر، منور الدنيا خالد. بنورك والله، أهلا بيك. وكمان أحمد ياسر عبد الوهاب مودي ملك الثلاثيات، منور الدنيا. الله يخليك يا فلان. بس يا فندم يعني يعني بابا احنا ورثنا منه الثلاثيات، ما تهركش بقى كابتن ياسر دلوقتي بابا خلاص، دي بابا لا حته تانية كده كابتن. طبعا احنا فاكره كنا بنقعد نتفرج عليه في على الفيسبوك بقى لما كان في قطر ويقعد يورينا الثلاثيات من الشباك ومش عارفه ومين. لحد دلوقتي لما العبه هو يكسبني كده لحد دلوقتي. ايوه طبعا. طيب خالد، اول مره تشرفني وتنورني وسعيده جدا بتواجدك معايا، يمكن احمد على طول معانا يعني، فانت منورني وشرفني وسعيده جدا بتواجدك. ربنا يخليك يا كابتن. طيب قبل ما نتكلم عن البطوله العربيه، طبعا ببارك لكم على البطوله العربيه، وكنت سعيده قوي فوزكم البطوله العربيه عشان ايه المنتخب تحس انه بدا يمشي في الطريق الصح شويه، دينا ماشيين اهو، كنا غايبين قوي عن البطولات وكده، ف الفوز بالبطولة العربية دي حتى معنويا يفرق معانا. مشوارك مع المنتخب جه ازاي يا كابتن خالد؟ والله انا ابتديت مع المنتخب السنة اللي فاتت، يعني 2022 كان أول تجميع ليا في حياتي مع المنتخب أصلا. كان ساعة ما كوتش روي جه جمع ناس كتير ما كانتش موجودة في المنتخب قبل كده، فربنا كرم الحمد لله ودخلت مع منتخب في أول تصفيات لكأس العالم اللي كانت في السنغال، وده كان بداية مشواري من سنتين بالظبط كده لحد ما الحمد لله ربنا كرمنا ووصلنا كأس العالم.
ولسه مكملين، لسه كاسبين البطوله العربيه، فيعني دي حاجه كويسه، وان شاء الله مكملين، لسه عندنا اولمبياد، فنوصل الاولمبياد بقى ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. مودي كلمني عن مشوارك مع المنتخب، مشي ازاي والدنيا ماشيه ازاي؟ هو انا اول مره اتجمع اصلا في منتخب عامه كان 2021 بعد ما كسبنا البي ال وكسبنا الدوري، كان كابتن مرعي ساعتها، بس كنت صغير طبعا ساعتها، كنت يعني اتجمع معاه. كابتن مرعي مدرب المنتخب. كان كابتن مرعي مدرب المنتخب ساعتها. كنت بتجمع شويه قبل البطوله، مشيت ما حالفنيش الحظ يعني. بس اول مره العب منتخب رسمي 5 على 5 كانت بطوله عربيه دي. انا اصلا في العادي بلعب منتخب 3 3. انا اللي بلعبه على طول يعني، ده على طول بلعبه، بس اول بطوله رسميه 5 على 5 كان مع كابتن وائل بدر يعني في بطوله العربيه اللي فاتت دي. كان اول مره تنضم بقى يعني؟ كنت بتتجمع لكن اول مره انضم بطوله رسميه كان بطوله العربيه اللي فاتت دي. انت لسه واخد البطوله الافريقيه 3 على 3؟ لسه واخد بطوله افريقيا 3 3 اهلتنا للثلاثة كواليفايرز للاولمبيكس ان شاء الله الصيف ده. اوكي ان شاء الله. طيب خالد، شفت فوزنا بالبطولة العربية ازاي؟ يعني كنتوا متوقعين؟ كنتوا فرقت معاكم معنويا ازاي؟ شايفين ان هي شوية منتخب السلة يمكن دوليا، انا بقول ان احنا عندنا دوري قوي، لكن شوية عندنا مشاكل مع المنتخب، او بحس ان احنا فيش بطولات، مفيش تنافس، شفت الفوز بالبطوله العربيه ازاي كانت بخير؟ لا، هو البطوله العربيه يعني احنا دي المره ال 14 اللي احنا نكسب فيها البطوله العربيه، فهي مش حاجه جديده علينا. 13 13 خلاص. ماشي، فهي مش حاجه جديده علينا ان احنا نكسب البطوله. انا كنت البطوله سهله ممكن شويه، بس هي حاجه زي تحفيزيه شويه، ان احنا لسه ورانا تصفيات افريقيا في شهر 2، ورايا اولمبيكس، التصفيات بتاعت اولمبيكس في شهر 7. فهي يعني حاجه زي تحفيز لينا اكتر، بس ان احنا نكمل والناس كلها تبقى اتلعبت مع بعض اكتر، وخدنا فرصه مع بعض اكتر كتيم في المنتخب. والمنتخب بصراحه يعني اتطور جدا عن زمان، يعني بقى لنا سنتين ماشيين بنعلي الليفلات، فدي حاجه كويسه ان شاء الله. صحيح صحيح. طيب مودي، يقول لي كان ايه اصعب ماتش في البطوله؟ الفاينل بتاع ليبيا كده كده، والامارات اللي كان قبليه، كانوا الاثنين صعبين جدا. الامارات اول ماتش لعبناه في البطوله خالص، اول ماتش يعني في البطوله كان كسبناه فرق بوينتس كتير جدا يعني، بس ماتش السيمي فاينل كان انا عارفه ان الفرق الشوط الاول خلص واحد ليكو تقريبا او حاجه كده، اللي هو اول اثنين كوارتر. فرق قليل جدا، بس الثالث والرابع يعني عرفنا نرجع ونكسب فرق تاني كبير. ماتش ليبيا فاينل كده كده كان قوي جدا يعني، وعشان معاهم محترف كمان مجنسينه، محترف قوي بيلعب، ما كان بيلعب في نادي بيروت اللبناني، فمحترف قوي جدا. فماتش ليبيا فاينل كان صعب بجد، صعب قوي. ليبيا كانت حصان اسود في البطوله دي؟ طبعا. هو منتخب ليبيا عامه على مر التاريخ يعني عامه، حتى لو بنلعبهم في لعب اي نادي مع الزمالك، الفرق الليبيه ما بتبقاش قويه جدا يعني، ما بتبقاش قويه قوي. احنا رحنا البطوله بتاع قطر دي، كسبنا نادي الاهلي طرابلسي هناك، فهي مش تعتبر فرقه قويه يعني. اتفاجئنا في بطوله عربيه ان هو عندهم فعلا منتخب قوي جدا، ويعني بعد كده هيبقى منتخب بينافس على كل حاجه. صحيح. طيب احنا كره السله العربيه فين من الافريقيه والعالميه؟ لا بصراحه يعني الافريقيه اقوى يعني، احسن كتير، والعالميه ده يعني البطوله العربيه طبعا يعني احترام الفرق يعني كلها مستواهم حلو وعالي، بس الافريقيه دايما بيبقى فيهم ناس بروفيشنالز محترفين بيلعبوا في يوروب، بيلعبوا في كذا حته بره بلادهم، فمستوى الباسكت عندهم بصراحه بيبقى اعلى شويه. صحيح. من صحيح. العربيه. فلا، لو هنيجي نبص لها فهو مستوى الافريقيه بيبقى احسن كتير من العربيه. طب احنا فين من المستوى الافريقي؟ لا احنا منتخب قوي افريقيا طبعا يعني، وصلنا كاس عالم. كل الفرق الافريقيه يعني بنكسب معظمها، او جنوب السودان منتخب قوي يعني، يعتبر في افريقيا دلوقتي احنا وجنوب السودان وتونس من اقوى الفرق الافريقيه، فاحنا لا احنا مستوانا عالي افريقيا، سواء في يعني في كل الالعاب عامه يعني، سواء 3 3 5 اون 5 كده كده احنا منتخب قوي جدا يعني. صحيح صحيح. طيب الاولمبياد بقى، نقدر نتاهل للاولمبياد؟ انا عارفه ان الموضوع صعب مش سهل ابدا. والله ما فيش حاجه صعبه يعني، هي المفروض في شهر 7 صح؟ بس الموضوع يعني احنا كنا ممكن نتاهل تقريبا من بطوله العالم لو كنا من اول 12 تقريبا، ولا كنا من اول ايه؟
يعني هي كانت المنافسه ما بيننا وما بين جنوب السودان. انتوا جنوب السودان صح؟ بس هما جنوب السودان كان يعني الموضوع كله يا احنا نكسب الماتش يا اما هما يكسبوا الماتش. فاحنا كسبنا وهما كسبوا بس هما كسبوا فرق بوينتس كتيره، فهي كانت سكور افريج فهما اللي خدوا الادفانتج. انا فاكره ان كان النظام، يا رب بس ما اكونش غلطانه، انا فاكره كان النظام اعلى منتخب في الترتيب افريقيا هو اللي هيبقى تأهل للأولمبياد، صح كده ولا؟ ما هي كانت فاحنا جنوب السودان طلعت قبلنا. كانت على سكور افريج يعني كان متساويين في الماتشات، يعني هم كسبوا نفس الماتشات واحنا كسبنا نفس الماتشات، بس هو كان سكور افريج في الموضوع في الاخر، فعشان كده هم تصعدوا. بس احنا يعني ورانا تصفيات بقى ربنا يكرمنا فيها يعني. يا رب. نظام التصفيات هيكون ازاي مودي؟ الشكل هيبقى عامل ازاي؟ المفروض شهر 7 نروح نلعب في اليونان ان شاء الله مع اليونان ودومينيكان، فاللي ياخد اول هو اللي هيصعد اولمبيكس يعني. فالثلاث لازم تكسب الماتشين بقى عشان تتأهل. صعبين. ده 5-on-5. الاثنين صعبين. اوكي. لكن املكم ايه في الماتشين؟ لا ان شاء الله يعني ما فيش يعني لو هنروح نخسر ونمشي، لا طبعا هنحارب على الماتشات كلها ان احنا نكسب ان شاء الله، عشان طبعا حلم اي لعيب ان هو يبقى اولمبي، يعني لعيب اولمبي يلعب في اولمبيكس. اولمبيكس بتجمع احسن لعيب في العالم في كل لعبه. بص الفولي اتأهل خلاص انت عارف، والهاندبول عنده البطولة الإفريقية الشهر ده، طبعا لو خدوا البطولة لأن الأول بس هو اللي بيروح يعني، لو خدوا البطولة وهم المفروض يعني يا رب يكملها لهم على خير، فرصهم قوية يعني، لو خدوا البطولة يروحوا الأولمبياد. نفسي الباسكت تروح ونروح بالثلاث ألعاب الجماعية. نفسي يا رب يا رب إن شاء الله. طيب شايف إنه نفسيا كده معاك وقبل ما ترجع بقى بداية دوري السوبر يا خالد، فوزك بالبطولة العربية مع كابتن وائل بدر اللي هو نفس مدرب النادي، احساسك ايه نفسيا يعني؟ لا هي حاجة جميلة بصراحة يعني، اي فوز بطولة يعني ده بيبقى حاجة بترفع من معنويات اللعيبة عامة، يعني اللي هو بتدي له ثقة زيادة في نفسه، بيبقى راجع انا حققت حاجة حتى للبلد، يعني اللي هو انا حققت حاجة مع المنتخب. لا يعني احساس جميل بصراحه. صحيح صحيح. فرقت معاك نفسيا ازاي الفوز بالبطوله العربيه يا مودي؟ لا اكيد ان روح البطوله عامه لما ترجع الواحد بتخليه يبقى طمعان ان هو لا انا عايز اكتر، لا طب انا حققت ده مع المنتخب، لا لازم احققه مع النادي طبعا. انت كمان لعيب جرانتا قوي يعني، يعني في الملعب حماسي قوي عشان زمالك بقى بلعب. مش من الناس اللي هم يعني نو رياكشن كده رايحين جايين انت مش حاسس بيهم، لا انت من اللعيبه اللي هو يعني جرانتا قوي، بتحفز كل، انت بتحفز الجماهير نفسها يعني. جرانتا بحب انا الجماهير قوي يعني، عشان بحب الاجواء دي. ما عشان على طول من وانا صغير بشجع الزمالك ويعني عارف طبعا يبقى هم طمعانين ان في ايه، حتى لو مثلا شايف ان الموضوع صعب، لا ما مش صعب، انا الزمالك هكسب، فببقى حاسس بالموضوع. عارفه ان انتوا عيله. لا من واحنا صغيرين بقى، لا من واحنا صغيرين الزمالك ده. لا وانت وطبعا اكيد بعد كابتن ياسر طبعا اللي بوجه له كل التحيه، لكن انت وياسين شاربين الموضوع ده قوي، شاربين حب الزمالك قوي من كابتن ياسر، فانتوا الاثنين يعني علاقتكم بالجماهير وجرانتا قوي على في الملعب وعلى السوشيال ميديا احنا بالنسبه لنا عامه من واحنا صغيرين في البيت يوم ماتش الزمالك ده، لا هو ما حدش يتفرج بره، مش مسموح ان حد يتفرج مع اصحابه، احنا بنتجمع في البيت كلنا انا وبابا وياسين ونتفرج على الماتش. لا احنا الزمالك بالنسبه لنا حاجه كبيره يعني، احنا بالنسبه لنا عامه اول حاجه عيلتنا، ثاني حاجه شيكابالا. بالظبط. معروف هو شيكابالا، ثاني حاجه شيكابالا خلاص يعني، بيبقى في لعيب بيربطك بيخليك يعني مربوط بحب بالنادي. احنا بالنسبه لنا شيكابالا لا ده طبعا حاجه اساسيه طبعا، واحنا من اساطير نادي الزمالك بالتاكيد يعني. بالتاكيد. بس يعني بالنسبة لك لسه كنت بقول في الانترو ان احنا اتربينا على كل واحد زملكاوي، طبعا بمناسبة ان كان عيد ميلاد الزمالك امبارح عدى 113 سنة، كل واحد زملكاوي لما هتيجي تحكي معاه هتلاقي ان الزمالك هو محور حياته، في الخروجات بقى وفي الاحداث وفي احداثه العظيمة في حياته وفي الماتش يعني. اكيد انت زينا برضو لما مثلا نروح سينما ولا في ماتش للزمالك، لا طبعا ماتش للزمالك خروجة ايه وبتاع، الماتش بالنسبة لنا دي احلى خروجة يعني، فاكيد حاجة حلوة قوي. طيب نروح للزمالك بقى ما اننا اتكلمنا عن الزمالك، بس نبدأ بخالد. شفت الفريق ازاي الفترة اللي فاتت؟ يمكن انتوا بدأتوا السيزون كانت الدورات المجمعة انا شايفة النتائج حلوة والدنيا ماشية كويسة وزي الفل، جينا على ماتشين الاهلي مش عارفه ممكن ايه اللي حصل او ايه الدنيا،
بس انا كنت شايفه الفريق بادئ الموسم عنده روح حلو قوي، عامل دورات مجمعه حلوه قوي، باين ان الناس دي عايزه تعوض السنتين اللي فاتوا. الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ ايه اللي حصل؟ او يعني عموما شايفين الموسم ازاي ودوري السوبر داخلين عليه ازاي وغيابكم عن السنتين دول عن التتويج، يعني الدنيا بالنسبه لكم ازاي؟ والله انا يعني انا شايف ان احنا كنا بادئين الموسم فعلا حلو قوي يعني، ده حقيقي. وانا يعني كان عندي امل ان احنا يعني في ظروف كتير حصلت في النص، يعني غيابات ناس حصلت والمحترف كمان ما كانش فايق كتير في ال، يعني مش دي التوقعات اللي كانت على المحترف بصراحه. فيعني هو حصل دروب يعني ساعات ماتشات الاهلي، وناس كتير كانت مصابه ساعات ماتشات الماتش الاهلي التاني حتى كمان. بس يعني ان شاء الله يعني لسه يعني ده دوري مرتبط زي حاجه زي التاهيل لدوري السوبر اللي هو اهم بكتير في لسه عندنا كاس برضو. فيعني احنا لسه قدامنا كتير، الموسم لسه يعتبر بيبتدي يعني. صحيح. والفرقه بدات تكمل. فعلا ماتش الدوري التاني كان فيه اصابات كتيره جدا. وخليني اسال مودي في الموضوع ده، ماتش يمكن انا اتكلمت كذا مره، يمكن انت علاقتك بالمحترفين بتكون قويه. انا عارفه انت وياسين عشان بترجم لهم، بترجم لنا احنا كمان في البرنامج بالظبط. فعيلة كابتن ياسر عبد الوهاب بتترجم لنا دايما في البرنامج يعني، بشكرهم بجد. لكن انا شفت ان المحترف في المباراه الاولى ويمكن كابتن ياسر كان معايا في مداخله واتكلمت معاه في الموضوع ده، شفته في المباراه الاولى هو اتجه يعني لسايتوكس وحسيت ان هو مش مركز في المباراه قد ما مركز مع لاعب الاهلي اللي هو عمر زهران. عمرو زهران ربنا يشفيه. ربنا يشفيه ويعافيه. طبعا انا عارفه انه اتصاب، ربنا يقومه بالف سلامه في اسرع وقت. يعني كان داخل في حديث جانبيه كده في انه في شد وجذب، انت بتشوف ان ده بيخرج من التركيز ولا لا؟ هي على حسب، في ناس بتاخدها ان هو ممكن يطلع من تركيزه، في ناس بتاخدها انها تحدي. لا طب انا سكته باللي انا هعمله فيه، باللعب اللي انا هعمله. انا شايفه انه الكلام مش هو يعني ممكن يكون يعني لعيبه نادي الاهلي نجحت ان هي تطلعه من تركيزه شويه. هو عامه السيزون هو طبعا اودي لعيب يعني جامد جدا، وانا نفسي شخصيا يعني بشكره على طول ان هو ساعدني كتير قوي 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 في اللعب جنبه، يعني هو ساعدني كتير جدا في حياتي عامه. بس يعني الماتش ده يعني هم فعلا نجحوا ان هم تبعوه من تركيزه، فهو ما كانش مركز قوي يعني في الماتش ده، خلاه مش موفق يعني في الماتش ده. دي مشكله، دي كانت مشكله كبيره في الماتش، ان احنا لعبنا وهو مش في حالته او مش فايق يعني بمعنى باسكت يعني. فده طبعا ده اثر علينا كتير، عشان معظم في لعبات كتير بتعتمد عليه هو، عشان هو اللي بيكريت لنا اللعب. صح. احنا بنجيب محترف ان هو يكريت اللعب، يخلينا شوت، يخلي يلعب تحت الباسكت، يخلي كذا حد يجري في وسط البريك يحط باسكت. فلما يبقى عندك الكرييتر ده مش في حالته او مش فايق قوي او مركز مع حاجات تانية، ده بيأثر علينا اكيد. طبعا طبعا. خالد متفق على الكلام ده ولا لا؟ لاني برضو اني بشوف المحترف يعني، عارف لما الكلام ده يحصل من اللاعب المصري يعني ممكن تقول انه تشد، ممكن تقول مش، وحتى ده المفروض بيتعاقب عليه، انا بعتذر يعني، بس المفروض انه بيتعاقب عليه او بيتوجه من الجهاز الفني انه لا انت نازل تلعب مش نازل تشتت نفسك. فلما يكون محترف بتبقى البلوى اكبر، لانه منتهى البساطه انت عليك مسؤوليه انك نازل، انت بيبقى عليك حمل اكتر من اي حد. انا جايبك محترف عشان تنقل خبرات، عشان انت عليك مسؤوليه كبيره قوي، فلما تشتت نفسك في كذا اتجاه ده مش اصح حاجه، مش كده؟ هو دي حقيقه فاهم، بس هو كانت غريبه اصلا من اوجي ان هو يتشتت بحاجه زي كده يعني. هو الموسم اللي فات كان بصراحة يعني اثبت ان هو بروفيشنال قوي يعني. هو كان فاد الفريق بطريقه زي ما مودي كان بيقول، هو بيكريت اللعب للفرقه كلها. يعني من غيره في حاجات كتير بتبقى ناقصه، هو بيساعد الفريق كله ومش صحيح. اناني. يعني هو بيلعب الناس كلها. بس السنه دي ما لما جه هو ستيل بروفيشنال، بس هو يعني الموضوع ان هو تشتت نفسه باللعيبه وشغل باله مثلا ان ده عامل عليه جود ديفنس مثلا في هجمه، فالموضوع اثر عليه فما بقاش بيفيد الفرقه، بقى كده فعلا تحدي ان هو لا انا اللي هجيب الباسكت عشان يعني هثبت لك انك مش بتعرف تعمل ديفنس. فالموضوع قلب تحدي، ففقد تركيزه فعلا في الماتشات كتير. فاحنا ما بقناش بنستفاد، فهو لان هو اللي بيكريت اللعب، فاللعب كله كان بيقف بقى من ناحيه ان هو عايز يخلص هو. صحيح.
احمد فكره انه بيكرييت اللعب، وخليني اخد من كلام خالد وانه في طبعه مش اناني. انت انا مش عارفه انت حضرت ستوغلن ولا لا؟ في الاخر خالص قبل ما يمشي. اوكي، ستوغلن كان نوعيه لعيب انا لو مدرب وجالي تمام، انا هو راجل وان مان شو وبتاع، بس اكيد انا لو جالي لعيب بالشكل ده في وقت معين بيجيب لي يعني 30 بوينت في المباراه اكيد خلاص في المكسب تمام. لكن هو ده كان وقتها الشكل اللي موجود من المحترف، واللي على فكره كان اوقات كتيره جدا بيكسب الفريق كده جاي. صحيح طبعا. لكن انت بتميل للشكل ده ولا بتميل للشكل بتاع والتر هود اللي هو الراجل اللي بيشغل الملعب، واوزي مايو وكل الناس دي بيشغل الملعب وبرده سكورر ومش عارفه ايه، ولا الوان مان شو اللي هو بيطلع يشوط ما لو مش فايق خلاص؟ انا كمودي عامه عشان حتى طبيعه لعبي بحتاج الكرييتر ده عشان كده اشوط بالظبط. انا لولا انا لو ما فيش حد كرييتر في الملعب انا مش هعرف اعمل شغلي اللي انا بشوط بالظبط. فلا يعني والتر كان بيساعدني كتير قوي، والتر ده كان ساعتها اول ما صعدت في الستيم يعني كان موجود ساعه ما خدنا الدوري وافريقيا يعني. فلا والتر ووجي بالنسبه لي افيد بكتير جدا، عشان الوان مان شو ده لو اوف داي ضعنا خلاص. بس الكرييتر وبيعرف يجيب سكور في نفس الوقت، هو لو عنده سكور مثلا واقف اوف داي ولا حاجه هيلاعبنا، هنلعب معاه هنساعده. هو مش ماشي معاه على الباسكت هيشغل الناس هيلاعبنا احنا. بس لو انا لا انا اللي هجيب الباسكت وهلعب، فانت كده لو انت ما بتضيع احنا خسرنا خلاص، احنا ضيعنا خلاص. بس لا انا بالنسبه لي والتر ووجي لا افيد بكتير جدا، افيد يعني جداً. بتتمنى في المحترف الجديد، طبعا هو في محترف ان شاء الله بس مش هنقول ولا هنتكلم ولا حاجه، لكن بتتمنى ان يكون المحترف الجديد او بتتمنوا ان المحترف الجديد يكون الشكل اللي هو ناحيه شويه والتر هود واوزي مايو وكده؟ اكيد، عشان احنا كمان نستفاد يعني، هو يعني يفيدنا احنا ويفيد النادي طبعا، ده اهم حاجه. لازم يكون سكور لما بنعوزه في وقت كريتيكال او حاجه لازم يظهر ويجيب سكور في نفس الوقت ديورينج الجيم كله يلعبنا، فنطلع كلنا بشكل احسن يعني، نطلع كلنا بشكل احسن ونعرف ان شاء الله يعني ان شاء الله نحقق بطولات باذن الله معاه. صحيح. فتره التوقف يا خالد فرقت قد ايه؟ يمكن انتوا كنتوا مع المنتخب لكن باقي الفرقه فتره التوقف لما بيكون في تغيير جهاز فني في والماتشات شغاله ده طبعا بيبقى مش سهل ابدا ولا اصح حاجه يعني، لكن لما بتستنى لفتره توقف فبتبدا ان بيبقى في فرصه شويه ان الناس الجهاز الفني مع اللعيبه الدنيا تندمج شويه. فتره التوقف انتوا شايفين يعني من كلامكم مع الفرقه فرقت ازاي ان هي للي جاي بقى يعني كبدنيا كاي حاجه يعني فنيا؟ هو يعني صراحه الفريق بدا يعني ياخد على الجو جديد، مدرب جديد يعني لانه ده ما ينفعش زي ما بقول لك انه يبقى مثلا والماتشات شغاله يعني هو الموضوع صعب، بس انك من المدرب اتغير وكمان برضو كابتن وائل كان مع المنتخب فالموضوع كان متشتت شويه، بس يعني اللي انا شايف الفرقه بصراحه ان هي الفرقه مستقره يعني لا يعني الفرقه عايزه ولسه يعني بتطمح في الدوري السوبر، ان هو لا يا جماعه احنا ده دوري المتوسط ده لسه ما حصلش حاجه حتى لو احنا واخدين مركز وحش، بس لا يعني هو لسه في السوبر هيبقى فيه كلام تاني غيري يعني. يا رب ان شاء الله. مودي طموحاتكم ايه لدوري السوبر؟ لا احنا نكسب بطوله طبعا، يا رب. ما ينفعش يبقى طموحنا حاجه غير كده. لا احنا داخلين احنا ان شاء الله عايزين نكسب سواء دوري السوبر او الكاس، لا احنا داخلين عايزين نكسب البطوله عشان نتاهل كمان للبي ال تاني، نكسبها تاني، نلعب كاس عالم انديه تاني، عشنا الحاجات دي، فاكيد لا احنا وحشنا فكره ان احنا نبقى في نشارك في الحاجات دي تاني. يعني احنا شاركنا فيها قبل كده، فلا عايزين طبعا نشارك تاني ونكسب تاني طبعا. فاي بطوله بنخشها لا احنا لازم نكسبها، انا الزمالك يعني فانا طبعا لازم اكسبها، لازم اكسبها صحيح. فاحنا داخلين البطوله ان شاء الله يعني لازم باذن الله نعمل كل اللي نقدر عليه عشان نكسب البطوله ونفرح الجماهير طبعا اللي على طول في ظهرنا وبتشجعنا. صحيح. خالد، عوده مهاب ياسر من الاصابه ان شاء الله يكون في محترف جديد، يكون في صفقات جديده خلال طبعا الفتره اللي جايه باذن الله، هيفرق معاكم ازاي ان كلكم بقى خلاص يعني كملتوا الدنيا؟ لان برضو فكره اصابه مهاب ياسر اكيد كانت مؤثره يعني، اكيد فرقه معاكم بشكل كبير جدا شويه، ان المحترف مستواه ما كانش احسن حاجه اكيد ده برضو كان فارق معاكم، حتى لو هو محترف كويس لكن في الفتره الاخيره هو خلاص يعني ما عندوش حاجه بيقدمها، فالحاجات دي يعني
فرق معاكم ازاي في التمرين؟ انتوا اكيد رجعتوا للتمرين ولا لسه؟ رجعتوا؟ فرق معاكم في التمرين ازاي وان انتوا اكتملتوا تاني؟ الموضوع ده فرق معاكم ازاي؟ هو فرق معانا طبعا ان احنا كده خلاص يعني المفروض بقى خلاص نبتدي نقدم بقى للنادي، يعني اللي هو احنا بقينا فريق كامل ما فيش غيابات، فهو فاضل المحترف بس يعني، فان شاء الله المحترف اللي يجي يعني يبقى نفس التوقعات اللي تبقى في دماغ اللعيبه، يعني هو يفيد النادي بحاجه بطولات. احنا كده كده يعني عايزين نوصل للفاينل ونعمل اكتر حاجه نعملها عشان ناخد البطوله. صحيح. ف ان الفريق اكتمل دي حاجه كويسه، يعني ان شاء الله تبقى الفتره الجايه احسن بكتير. يعني عايزاك يا مودي تكلم الناس شويه عن دوري السوبر، هيبقى نظامه ايه؟ هو هيبدا 8-1، هيبدا بعد بكره. بعد بكره ان شاء الله اول ماتش هيبقى فيه بيست اوف 3، عشان اللي يكسب البيست ده يعني يبقى يلعب توب 8. فالتوب 8 ده اصلا اللي يعني هو كل حاجه عشان اللي هنوصل بقى الكوارتر فاينل والسيمي فاينل كده. فنكسب ان شاء الله البيست اوف 3 ده. اول مباراه مع مين؟ مع القناه. هنلعب بيست اوف 3 القناه هنا، وهنلعب ماتش تاني في اسماعيليه، ويعني ان شاء الله نكسب الماتشين. فيبقى مش محتاجين مباراه تالت. لا مش ان شاء الله مش هنحتاجها. بعد كده هيبقى بقى ترتيب من الاول للثامن، هنلعب رايح جاي، بس الدوري السنه دي هيبقى اصعب شويه عشان هيبقى كل يومين ماتش، يعني نلعب ماتش نريح يومين، نلعب ماتش نريح يومين، نلعب ماتش كده، عشان هيبقى في توقفات كتير سواء 3 ان 3 او 5 ان 5 يعني. فهيبقى في توقفات كتير في الدوري، فهم ضغطوا الدوري يعني ان هو بقى ماتشات اكتر في ايام قليله. فبعد ما نخلص رايح جاي الماتشات دي هنبدا بقى الاول يلعب الثامن في الكوارتر فاينل، بقى سيمي فاينل فاينل ان شاء الله. لكن بعد مثلا مباراة القناة دي هتلعبوا ماتشين ان شاء الله، ماتشين يعني مش ثلاثة، بعد كده زي اول ثمانية. اول ثمانية توقعاتك بقى يعني هيبقوا مين؟ يعني هم هيتحددوا بعد اول ماتش طبعا، بس اكيد متوقعين. يعني متوقعين طبعا يعني اكيد اهلي، زمالك، اتحاد، جزيرة، سبورتينج، سموحة خلاص مرتبط تاني، ففي البيست اوف 3 هتلاعب فرقه هتلاعب ال 15. اوكي. فا جس يعني انها هيبقوا موجودين. صالات تقريبا؟ صالات هتلاعب الجيش، فماتش يعني مش بس هو كده كده التوب 4 اللي بيبقوا موجودين كل مره، احنا وجزيره واتحاد واهلي. ده كده كده احنا يعني ان شاء الله يدخل بقى بعد كده بقى سبورتنج، سموحه، دي بقى بتبقى طلائع او اتصالات. بتبقى ساعات بقى في فرقه بتفاجئ الناس وتكسب كده، بتبقى ملهاش مقياس يعني. انت متوقع ان في فرقه هتعمل مفاجاه السنه دي مش متوقعه؟ هو في بس ماتش هو اللي هيبقى قوي جدا، اولمبي وهليوبلس، دول قريبين من بعض كمستوى يعني. اوكي. دول الضلع اللي باقي اللي هو دول اللي غير هيبقى واحد فيهم هيبقى موجود يعني. والمصريه والجيش، المصريه اتصالات والجيش، ده ماتش صعب برضه. ماتش صعب برضه. وسموحه والاولمبي وهليوبلس. وهليوبلس. هم دول الماتشين اللي هيبقوا دول. يعني فبس باقي الماتشات ان شاء الله يعني هتبقى يعتبر محسومه يعني لحد ما. ايوه صح. مش بقول كده ان احنا هنكسب يعني، كده كان ان شاء الله هنكسب يعني، بس أيوة يعني أيوة. يا رب يعني. انت شايف يا خالد، يعني انا عارفه ان دوري السله قوي، ويمكن السيزون اللي فات ما كانش مليء بالمفاجآت يعني، لكن انا عارفه ان دوري السله قوي، وفي ناس طول السيزون بتلاقي مفاجآت بتحصل كده، الثمانيه ممكن واحد فيهم يضرب حد من الكبار مره ولا حاجه، بتحصل مفاجآت. لكن من وجهه نظرك كده لما تبقوا الثمانيه ان شاء الله، شايف ان ايه اصعب الماتشات اللي ممكن تواجهكم؟ اهلي وايه مثلا؟ اهلي واتحاد وايه؟ اهلي واتحاد. الجزيرة فرقة كويسة برضو. انتوا كسبتوها في الماتش الودي صح كده؟ اللي كان برضو سبورتنج يعني في يعني كانت عاملة دوري مرتبط حلو قوي يعني، وسط كسبت كابتن وائل حافظهم بقى يعني، المفروض حافظهم بقى. يعني سبورتنج كانت عاملة دوري مرتبط حلو قوي بصراحة يعني، حتى ساعة ما خسرت من سموحة كسبوا الأهلي مرتين تقريبا صح؟ حتى لما خسرت من سموحه كانت حاجه غير متوقعه لكل الناس يعني. فانا متوقع دي مفاجآت بقى، كسب الاهلي وخسر من سموحه، في ايه؟ فيعني انا شايف سبورتنج بصراحه من الفرق اللي يعني ممكن تبقى ماتشاتها ماتشات كويسه. فرقه سبورتنج ممكن تعمل مفاجآت، خاصه انها عملت كده في دوري المرتبط. طب انت شايف مين ممكن يبقى مفاجاه يا مودي؟ لا يعني هيفاجئنا في الدوري سبورتنج برضه.
لا عشان انت عارف ان اهلي اتحاد جزيرة خلاص انت عارف ماشي. سبورتنج فرقة قوية جدا معاهم مدرب كبير طبعا كابتن اشرف توفيق مدرب كبير جدا هو طبعا كابتن احمد منير طبعا اسطورة سبورتنج طبعا فلا جهاز قوي جدا لعيبة قوية جدا فلا يعني فتبقى فرقة قوية جدا يعني. طب مين في الفرقة هيبقى عندكم مختلف هيعمل موسم مختلف؟ لا كلنا ان شاء الله يعني ان شاء الله هنقدم كل نقدر عليه يعني اتوقع لعيب يعني مثلا يعني بس يعني غير بقى الناس اللي يعني ما تقوليش انت ولا خالد ولا مهاب الناس اللي احنا عارفينهم دول خلاص بس شايف مين هيبقى مفاجاه حتى لو صغيرين؟ ياسين ياسين ياسر انا برضو عارف حاسه كده وفاهمي هو عشان ياسين عشان هو اخويا كده كده طبعا اخويا كده لا بس هو لعيب يعني لا ما شاء الله طبعا ما شاء الله من واحنا صغيرين عمال احنا وصلنا مرحله واحنا صغيرين ياسين كان احسن مني ياسين لحد دلوقتي انا بشوفه هو احسن مني هو ما شاء الله بجد لا حريف بطريقه مش طبيعيه ما شاء الله لعيب بص انا بشوف انه ياسين بصراحه وفهمي وفهمي برده برده لا بيفت قوي طويل جدا ما شاء الله جينا ساعه بطوله منطقه الجيزه ثبت منه الكاسين اللي هو كان الهداف والام في بي وحطيتهم جنبك قلت له انا اللي خدتهم انت ما خدتش حاجه قال لي مفيش مشكله تمام انا شايف كده الصراحه لا لو خدت منك يا خالد كلمه اخيره تقول ايه؟ شوف بقى عايز توجهها لمين للفرقه للجماهير لاي حد يعني اوجه كلمه النادي بصراحه يعني ان شاء الله الفتره الجايه دي يعني احنا نحاول نعمل اللي علينا عشان نجيب البطولات يعني يا رب يا رب لان انا بصراحه من كشخصيتي انا عايز اكسب يعني ما بحبش اخسر عامه مفيش حد بيحب يخسر يا رب دايما يعني وترجعوا للبطولات ان شاء الله فان شاء الله الفتره الجايه يعني ربنا يكرم كده ونكسب الدوري والكاس كلمه اخيره ومن قبل ما تقولها انا عارفه انها للجماهير بس يعني شفت بقى حافظك والمصحف احنا يعني بنوعد ان شاء الله الجماهير ان احنا هنفرحهم زي ما فرحناهم قبل كده فيعني عايزين هنعمل ان شاء الله كل اللي نقدر عليه عشان انا حاسس باللي هم بيحسوا بيه فلا احنا هنعمل كل اللي نقدر عليه ان شاء الله عشان نفرحهم تاني ويبقوا على طول مبسوطين وفخورين طبعا ان احنا بنلعب في نادي الزمالك عايز ممكن كلمه كمان؟ طبعا عايز اشكر شخص يعني طبعا عايز اشكر كابتن ياسر عبد الوهاب الصراحه انا كمان بشكر كابتن ياسر عبد الوهاب وكابتن يعني مرعي لان دي ناس اشتغلت في ظروف صعبه جدا ناس محترمه جدا ناس تاريخ سواء طبعاً. على مستوى وهم مدربين او هم لعيبه تاريخ كبير جدا طبعاً جدا لا. وطبعا كابتن سمير طبعا هو الجهاز كله كان اسامي كبيره جدا تاريخ كبير بس انا اشكر كابتن ياسر عبد الوهاب عامه في حياتي العامه وفي الباسكت كمان هو ساعدني كتير جدا في حياتي مش ساعدني ان انا هلعب وكده لا هو ساعدني بره عامه الملعب وجوه الملعب في التمارين يعني لولا تمارينه معايا ما كنتش هبقى كنت شوتر كده المفروض فلا هو تعب معايا كتير جدا من وانا صغير ملهاش حتى حاجه حاجات مالهاش علاقه بالفريق كان انا مثلا عايز اشوت فهو لا يصحى من النوم ينزل يخليني اشوت معاه الصبح ويشوت معايا بيساعدني كتير فبجد يعني احب اشكره جدا وبجد فخور ان هو ابويا يعني دي حاجه بتبسطني جدا انا كل ما اروح حته يقول لي انت ابن كابتن ياسر عبد الوهاب ويحترموني ويحبوني من غير ما يعرفوني عشان انا ابنه بس فده طبعا كابتن ياسر من الشخصيات المحترمه جدا جدا واشتغل في ظروف صعبه هو كابتن مرعي وكابتن سمير وبجد كنت لسه هقول لك هو فادك انه كان بيدربك فردي لكن عمره ما اتدخل في انكم تلعبوا ولا تلعبوش لان انتوا الاثنين ما شاء الله مواهب يعني كل ربنا يحميكم يعني سواء اجانب او مصريين لا ما وكان اشكره حببنا في الزمالك صحيح لكن دربكم قوي وكان يعني وحببنا في النادي يعني حياتنا كلها زمالك اهو حياتنا كلها زمالك مودي والزمالك يعني الزمالك بالنسبه لنا حاجه انا كمان بشكره جدا وبشكره انه جاب لنا موهبتين زيكم وبشكره زي ما قلت لك انه اشتغل في ظروف صعبه جدا هو وكل الجهاز وكابتن مرعي وكابتن سمير جوده دي ناس على دماغنا من فوق وناس اساطير سواء وهم لعيبه او وهم مدربين بالتاكيد نورتوني وشرفتوني كنت سعيده والمره الجايه هنتجمع وانتوا كسبانين دوري السوبر باذن الله ان شاء الله نورتوا الدنيا ودي كانت حلقتنا من ملوك الصلاه اشوف حضراتكم على الف خير يوم الاربعاء اللي جاي باذن الله ويا رب دايما متجمعين على حب الزمالك وعقبال مليون سنه زمالك ان شاء الله سلام عليكم